الآن استمرار هذه التظاهرات هل يمكن أن يؤدي إلى تراجع حمدوك عن تشكيل الحكومة أم تراه ماضيا في ذلك؟ أنا أعتقد أن حمدوك الآن يحاول قراءة هذا المشهد، ربما ينسحب بالكامل إذا شعر أن هذه التظاهرات بدأت تضغط أكثر وأن هنالك يعني ضغوط مكثفة أكثر لإضعاف العسكريين، سيخرج حمدوك من هذه الحكومة حتى يتلقى العسكريون الضربة القاضية، وهو يعتقد أنه إذا خرج يمكن أن يستعيد بعض شعبيته التي ضاعت منه، وربما يلتحق بالرقبة في الشارع مرة أخرى، وهكذا. أنا أعتقد أنه يغيم هذه الأوضاع، وهنالك من يدفع إلى تغييم هذه الأوضاع، خاصة أنه أعاد إلى مكتبه وإلى مستشاريه بعض قلاة السودانيين المرتبطين بالسياسة الأمريكية ارتباطا وثيقا، يعني مثلا عمر قمر الدين إسماعيل أحد أساطين هذه المجموعة، مجموعة النيو ليبرال التي تعمل بتنسيق كامل مع دوائر أمريكية ومع جهات استخبارية ومع جهات ماسونية في الولايات المتحدة وفي غير الولايات المتحدة. هؤلاء هم يزينون لهذا الرجل أنه يمكن إنهاء سطوة العسكريين وإخراجهم من اللعبة السياسية، ثم يرس هو كامل القيادة في السودان. بس الخلاف الآن على ماذا بتقديرك؟ يعني في ظل مثلا قرارات جديدة لعبد الله حمدوك تتعلق بولاة الولايات، إقالات سبقها تغييرات أمنية، ضباط شرطة، رؤساء شرطة، مدير المخابرات، في أي إطار تضع هذه القرارات لعبد الله حمدوك؟ لا، هذا موضوع الولاة الآن. هي ليس الولاة، هي الأمناء. أمناء الولايات. أمناء الولايات. أمناء الولايات هذه مواقع كان كل والي له الحق في تعيين أمين الولايات، لكن هذه تكشف أزمة أخرى، تكشف أن حمدوك حتى الآن عاجز عن تقديم ولاء، لأنه مواقع الولاء لا زالت شاغرة. بس بعينهم البرهان من فترة قصيرة. لا لا لا، البرهان لم يعين ولاء حتى الآن. لم يعين ولاء. أمناء الحكومة، يعني سكرتاريا. يعني كلفهم بإدارة الولايات، صح ولا لا؟ كلفهم بإدارة الولايات إلى حين تعيين الولاء. الولاء يعني وزير السياسية. كأنه القائم بأعمال الوالي. هو قائم بأعمال الوالي. طيب. فهذه تكشف. ما لحقوا يتهنوا يعني. لا لا، حمدوك فشل في تعيين ولاء. والوالي دائما شخصية سياسية تتولى قيادة الولاية بالكامل، يعني حاكم ولاية يعني. فواضح أستاذ الصادق، هل هذا دليل تحدي من حمدوك للبرهان؟ ليس أنا أعتقد في خلاف أو لا. لا أنا أعتقد أن هذه الخطوة متفق عليها. أه. وأن هنالك اتفاق بين البرهان وحمدوك حتى يقدموا صورة جديدة لحمدوك، أن حمدوك أتى بسلطات كاملة، وهذا المطلب الغربي أن يعود رئيس الوزراء بسلطاته كاملة، يقيل ويعين ويقيل ويعين. ولكن عندما تنظر إلى الإغالة والتعيينات هذه ليست ذات معنى، يعني أمين عام حكومة يمكن غدا إذا عين والي يمكن أن يعفي هذا الرجل ليأتي برجل بأمين عام لحكومة أخرى، ثم أنه ليست لديه كامل الصلاحيات في أن يتخذ قرارات كبيرة في الولاية، هو فقط لتصريف أمور الولاية إلى حين تعيين والي. هذه قرارات صغيرة يعني ليست بذات معنى، يعني حمدوك الآن براعة كبيرة في اتخاذ القرارات الصغيرة جدا التي لا تؤثر شيئا. وأنا أعتقد أن موقف رئيس الوزراء في هذا الجانب يعني مثير للسخرية، أن يكون كل هم رئيس الوزراء أن يعين أمين عام حكومة في ولاية، وأمين عام حكومة هي وظيفة كانت تعين من الوالي نفس الوالي المعين. كذلك بما يتعلق بوكلاء الوزارات، صحيح القرار راجع لرئيس الوزراء لكنها ليست هي القضية الرئيسية الآن. كل هذا هروب من مأزق تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ومأزق من تعيين ولاء جدد. وأعتقد أنه هو يعني حمدوك بسبب غيابه الطويل عن السودان لا يعرف تركيبة السودان، لا التركيبة المهنية للتكنوقراط السودانيين ولا التركيبة السياسية للمجتمع السوداني، فلذلك هو يتخبط هذا التخبط، ولديه مطبخ سياسي صغير جدا أكثر بؤسا من تجربة حمدوك، هو الذي يقدم له مثل هذه القرارات الفطيرة الصغيرة.